السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبير والنحل، القناة التعليمية. الحضنة المزركشة، ما هي الحضنة المزركشة؟ الحضنة المزركشة هي كما تشاهدونها أمامكم في الصورة. يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الزركشة في الإطار؟ هناك إطارات تختلف عن بعضها البعض، سواء إطارات طبيعية أو إطارات مصنعة. زركشة الحضنة اسم يطلق على العيون السداسية المفتوحة في إطار الحضنة المغلق. تطرق إلى هذا الموضوع الأستاذ الفاضل محمد الجراح وتحدث عنه بفيض حول الأسباب والمؤثرات، سواء أسباب وراثية بسبب الملكة أو أمراض أو أسباب أخرى خارجية. محاضرة قيمة، فكونوا معنا. حياك الله أخي رشدي وحيا الله بالجميع، ونشكركم جميعا على ما تفضلتم به من مداخلات طيبة التي من شأنها أن تثري مخزون النحال العلمي للارتقاء بمستواه في موضوع عملية تربية النحل وإدارة المناحل من حيث نشر المعلومة وإفادته بها حتى يستطيع التعامل مع هذه الحشرة المباركة. أولا أخي أبو سفيان، أنا قمت بالاستماع إلى التسجيلات أولا بأول وقمت بالإجابة عليها حتى لا نضيع جزئية واحدة من الإجابة. فعندما استمعت إلى هذا التسجيل يعني هنا، يعني أحببت أن أداخل عليه بإجابة صوتية حتى يعني نوضح الأمر أكثر من ذلك. موضوع زركة الحضنة يعني تم شرحه قبل هذه المرة وتم ذكر الأسباب. الآن موضوع الزركشي هو مرتبط بعاملين، عامل طبيعي هذا شيء والعامل غير طبيعي. نأتي إلى العامل الطبيعي. العامل الطبيعي هو تفاوت أعمار الحضنة نظرا لنتيجة التوالد التي قامت به الملكة بعدم انتظام هذه الأعشاش وعدم وضع البيض في وقت واحد، وإنما توضع الملكة البيض ربما تكون هذه الأعمار متفاوتة ما بين يوم أو يوم ونصف أو يومين، فنشاهد موضوع عملية الزركشة. هذا شيء، هذا واحد. الأمر الثاني وهو نتيجة لوجود كثافة عالية من النحل، حيث يقوم النحل بتخزين حبوب اللقاح والعسل داخل أعشاش الحضنة. هذا بخصوص العوامل التي هي يعني طبيعية ولا تخيف النحال وليس لها أصل لا مرض ولا شيء آخر. الموضوع الآخر، العامل الغير طبيعي، وهو أولا أن الملكة فيها سيرة مرضية في سلمها الوراثي، تم تناقل هذا المرض من قبل الملكة، سيرة مرضية تعرضت لظرف ما في الصندوق، ربما ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة، قلة المخزون، هذا المرض استفحل وبدأ يظهر في الحضنة، وهو هنا يجب تغيير الملكة. الأمر الآخر هو وجود مرض في الحضنة، والمرض الذي تنقله الملكة ربما يكون في سلمها الوراثي، هي أصلا في السلم الوراثي لهذه الملكة، إما من قبل الأمهات أو قبل الآباء. الأمر الآخر هو إصابة الحضنة بمرض معين نتيجة تلقي الملكة جرعة الحياة من المنوية من ذكور فيها أصلا سيرة مرضية. يعني المرض ينقسم إلى يتحمل مسؤوليته في الخلية هو الذكور والملكات، هذا السبب الثاني. السبب الثالث وهو أن الملكة أصبحت كبيرة في السن وأصبحت القابلة المنوية يعني على وشك النفاذ، فنشاهد هنا عملية زركشة الحضنة. أيضا قلة الرعاية، أيضا زواج الأقارب، هذا كله يؤدي إلى موضوع عملية زركشة الحضنة.
الموضوع زركشة الحضنة أو الحضنة المتباعدة أو المتفرقة، أولا يجب معرفة السبب حتى نستطيع علاج هذا السبب. يعني يجب على النحال متابعة هذه الخلايا، هل الخلايا فيها زركشة حضنة نتيجة لتدفق للرحيق، نتيجة لتدفق حبوب اللقاح، نتيجة لفقس الحضنة بأعمار متفاوتة، أم أنها من بسبب مرض معين؟ هل هذه الملكة مرصودة وراثيا؟ هل هذه الظاهرة كنت أشاهدها من أمهات هذه الملكات الموجودة حاليا أم لم أشاهدها؟ إذا لم أشاهدها إذن هي هناك خلل في الذكور التي شاركت بعملية التلقيح. الآن الظروف الجوية، هل النحل يغطي هذه الإطارات أم لا يغطي هذه الإطارات؟ الأمر الآخر، هل الملكة المتواجدة في هذه الصندوق هل هي صغيرة في السن أم هي كبيرة في السن؟ يعني الموضوع يعني يحتاج إلى متابعة، ولا نستطيع الجزم عليه بأنه بسبب أمر معين. نحن نتحدث عن عالم حشرات، مملكة متكاملة من النحل، ويعمل بسجية وفطرة وغريزة. فإذا نحن هنا وقفنا على السبب وعرفنا ما هي الأسباب التي أدت إلى موضوع ظهور الزركشي في الحضنة، إذن بطل العجب، نستطيع حلها. والله هناك زركشة حضنة نتيجة لتدفق الرحيق، هذا شيء طبيعي، يعني النحل يريد أن يقوم بالتضييق على الملكة، وهذا يعني مذكور في موضوع عملية بلوكاج الحضني بأنه يتم نقل الإطارات على وجه الفخذ على جانبي الأعشاش، حتى عندما تخرج هذه الحضنة يقوم النحل بالتخزين فيها. هذا بموضوع الخلايا الطولية، ما العرضية يكون العكس، تكون في الداخل. الأمر الآخر، يعني إذا الملكة كبيرة في السن يتم استبدالها. إذا كان هذه الملكة مرصودة وراثيا وكانت أمهاتها تعمل بشكل جيد ولم نشاهد هذا المرض، إذا الخلل أصبح هنا من الذكور التي شاركت بعملية التلقيح، ربما تكون حاملة لمرض معين ونقل هذا المرض عبر الجين للملكة وأصبحت نشاهد هذا المرض في العاملات. الأمر الآخر، زركشي بسبب إصابة هذه الخلية بمرض معين، ما هو المرض الذي أصاب هذه الملكة؟ تكلس، تكيس، إذن هناك في قلة في النحل الحاضن، هذا خطأ نحال. الآن زركشة حضن النتيجة انخفاض درجات حرارة أو ارتفاع درجات حرارة، قلة المخزون، أو تعرض الخلية لآفة معينة، أكروس معين، أصابت بالفاروة، هذا سلوك صحي، يعني فيها خلل في الملكة، يجب استبدال الملكة. الآن هذه العوامل كلها مرتبطة مع بعضها البعض، يعني أو في الأول في البداية يجب معرفة الأسباب التي أدت إلى خروج أو ظهور الحضنة المزركشة، وهناك نسبة، يعني نسبة مسموح فيها، يعني من 3 إلى 5 إلى 6%، يعني مسموح فيها، يعني مختلف عليها النسبة من إلى، ولكن يعني هناك نسبة بسيطة جدا في الخلية. بعض الملكات نشاهدها بأنها تكون الحضنة متراصة، لا يوجد عين سداسية فارغة أبدا، وهناك بعض الملكات نشاهد فيها أن هناك 4 5 أعين فيها فراغ، ربما تكون هذا الفراغ يعني نسي خطأ في البناء الشمعي، خطأ هناك في بعض الأحيان يقوم النحل بوضع بعض حبيبات اللقاح في هذه الأعين السداسية، هناك بعض الأعين السداسية يكون فيها السلك الذي تم تثبيت الشمع عليه يكون ظاهر لا تضع الملكة البيض فيه. فهذه يعني متعددة الأسباب موضوع زركشة الحضنة، ولكن أهمها أن لا يكون السبب يعني يكون مرض. إذا كان السبب مرض هذا يعني يجب التعامل معه بشكل أسرع، يعني ملكات فيها سيرة مرضية يجب التخلص منها وإبعادها عن المنحل. لماذا؟ لأن هذه الملكات يعني ستؤثر في عملية الإنتاج، سواء في زواج الأقارب، سواء في السيرة المرضية للملكة، سواء تم أخذ المرض من الذكور، سواء تعرضها لمرض معين، عدم تحملها، هذه كلها يتم استبعادها مباشرة ولا يتم التربية منها، لا ذكور ولا عاملات. أما إذا كانت ظاهرة طبيعية، يعني والله مردود عالي من حبوب اللقاح، مردود عالي من الرحيق، يعني هذا شيء طبيعي، يعني لا يستطيع النحال العمل شيء، بالعكس يعني هذا يحيز طبيعيا على الملكة ويكون المنتوج أعلى من الصناديق الأخرى التي تكون فيها نسبة تدفق الرحيق متدنية.